10 4 من نادي الاهلي. طيب محطه انما بعيد تماما اجاي عن مستواه. المفروض اجاي احسن من كده بكتير، عنده اكتر من كده في نص الملعب ومحاولات للنادي الاهلي. منصور احمد حمدي في نص الملعب، وليد سليمان، حسام غالي، والله بركات تصويبه، هو بيمتاز بالحته دي، هو بيمتاز عمرو بركات بالحته دي. الحته دي الكره بتطلع من رجله ايه، دانا مش ممكن. بصوا يا جماعه، دي من ضمن مميزات عمرو بركات، التصويب خارج الحدود او خارج ال 18 او بعيده المدى، دي اللي ممكن يستفاد بها بشكل كبير جدا النادي. في قلب الحدث، تعهدنا منذ اطلالة القناة ان نكون معكم في قلب الحدث قبل وبين وبعد شوطي المباراة وضغط للنادي الاهلي. بركات وتصويبة، ملوش حل بركات، ده لسه